الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا مع صحيح البخاري والكلام على الخمس. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وفي رواية قال سبع من الفواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. نعم، هذه أعظم آية، لكن أعظم سورة هي سورة الفاتحة. احنا قلنا بأنه قال الغراب، وبينا الغراب وأصناف الغراب في باب قتله وجواز قتله للحل للمحرم وللحلال، حتى لو كان في الأرض في الحرام، في الحرم أو في الحل له قتلهن فهن فواسق. أحمد الله إليكم، الحمد لله. قال الغراب والفأرة، والفأرة واحدة الفئران، والفأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة لأنها خرجت على الناس. يقال بأنها خرجت بأنها يجوز قتلها في الحل وفي الحرم للمحرم ولغير المحرم، فخرجت عن الحرمة، ليس لها حرمة. وقيل خرجت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ذلك، رضي الله عنك شيماء، صلى الله عليك، سماها الله ذلك لأنها سماها الله ذلك، أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه وجدها أخذت الفتيل وأرادت أن تشعل البيت، فقال هذه الفويسقة، وهذا أيضا لعظيم ضررها، وهذه العظيم ضررها. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت الغراب فاسق، الغراب فاسق، فهذا لضرره يسمى فاسق، وأيضا لإفساده يسمى فاسق، وأيضا لحرمة أكله يسمى فاسق. لهذه الجميع رضي الله عنك أيها المغربي الطيب الفاضل، حفظكم ربي. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم راها خرجت وأخذت الفتيل كادت تحرق المكان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احذروا هذه الفويسقة فإنها تدل الشيطان يدلها على النار فتأتي لتفسد أو تحرق البيت. والفأرة مع أنها طاهرة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن قتلها كما قلنا في الحل وفي الحرم جائز، ولا شيء على من قتلها وإن كان محرما لأنها من الفواسق الخمسة. قال الغراب والفأرة والعقرب. العقرب لأنه العقرب فاسقة وملعونة، العقرب فاسقة وملعونة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله العقرب، لعن الله العقرب ما تركت مصليا ولا جالسا ولا أيضا إلا قرصته لدغته. ولذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب في الصلاة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وسمها عظيم. وكما قلت لا تترك مصليا ولا نائما ولا قاعدا إلا فعلت ذلك، فهي بطبعها تفسد وبطبعها تهجم. قال والكلب العقور. إذن الفأرة الغراب والفأرة والعقرب، نعم، تتعدى. والكلب العقور، ابن عينة يقول في كل سبع يعقر، ولم يخص بالكلب، بل كل ما كان يعدو بنابه فهو كلب عقور، كالأسد والفهد والنمر وإيش، كل ما يعدو على الإنسان يريد فتكه فهو كلب عقور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الكلب العقور الأسد، وهذا أيضا مأخوذ من قصة يعني يذكرها أهل السير، وإن كان في بعضها إرسال، لكن التجديد في هذا غير وارد. يعني أن النبي قال عن عتبة بن أبي لهب قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، أبوه علم أنه قد هلك، لذلك جاء أسد فأكله قتله، عاد عليه أسد. يقال أنه دخل وسط الناس وهو كان تركه ينام عند الناس في المخيم، قال دخل الأسد على جميع الناس ما ينظر لأحد، وهو يعني ينظر أمامه حتى يصل شما إلى عتبة حتى قتله، الله المستعان. وهنا هو الكلب العقور المأخوذ من التكلب والعقور من العقر.
ولذلك قال مالك كل من عقر الناس وعدى عليهم وجب قتله. وهناك من السباع من لا يعدو على الإنسان، سبحان الله حفظكم ربي من ذلك، كالضبع والثعلب لا يقتلون، الضبع صيد ويؤكل والثعلب كذلك. وعن ابن القاسم قال لا بأس بأن يقتل المحرم السباع التي تعدو على الناس وتفترس ابتداء، وأما صغارها لأنها لا تفترس فلا يجوز قتلها. وقد قال النووي باتفاق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم ولغير المحرم في البلد الحرام أو في غيرها، ولأنه يعدو على الإنسان، والأصل لا ضرر، الأصل أن الضرر يزال. قال العقرب والكلب العقور، قال والحية، والحية هي الأفعى، وهذه معضلات بالنسبة للحية. قال عمر المخطاب عن الحيات هن عدو فاقتلوهن، هن عدو فاقتلوهن. وقد قال عمر المخطاب فاقتلوهن حيث وجدتموهن، قاله لمعتمر وقاله أيضا لمحرم. وأجاز مالك قتل الحية وهي داخل عنده في الكلب العقور، وهذا عجيب لأن التنصيص عليها جاء التنصيص في الصحيحين، قال خمس فواسق وذكر منها الحية، فجاز. فاتفق العلماء وأجمعوا على جواز قتلها في الحل وفي الحرم، لكن يشكل علينا أن النبي نهى عن قتل حيات البيوت كما رواه أبو داود والنسائي والطبراني، بأن النبي نهى عن قتل حيات البيوت لأنه هناك جن أسلمت في المدينة، والجن التي أسلمت في المدينة يعني كانت تكون على هيئة الحيات في البيوتات الذي يعقر الناس ويعضهم. وبعض السلف أخذ بظاهره، وقد قال فيما رواه ابن مسعود اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. وهذا الحديث أن جاء موقوفا جاء مرفوعا أيضا، لأنه قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني، وجاء هذا عن عمر الخطاب وجاء عن ابن مسعود. وقد قال بعضهم نعم تقتل الحية في الحل والحرم للمحرم وللحلال إلا عوامر البيوت، وبعضهم خص ذلك بعوامر المدينة بيوت المدينة. وهذا للشاب المعرس الذي جاء فوجد امرأته بثيابها في الخارج فأعجل عليها فقالت لا تعجل علي واتق الله وانظر، فنظر فوجد على فراشه حية عظيمة فكان معه الحربة قتلها، ولكنه قتل، والصحابة يقولون لا نعلم أيهما أعجل في الموت. ولذلك قال أبو سعيد الخدري إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإن رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوا ولا تخالف بينها، وربما تتمثل الجن يعني الحياة في الحياة. الحق أنه قد ورد أدلة تتمثل الجن في الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه شيء من البياض، تتمثل الحياة في تتمثل الجن في الحياة، وتتمثل أيضا في القطط الهررة السوداء جدا المظلمة. فهذا ورد فيها في هذه الآثار عن ذلك، لكن هنا النبي صرح بأنه الجن المسلم. ولذلك يعني لابد من يعني يعلموه ثلاثة أيام، بعد ذلك إن بقي يبقى يقتل. قد روى ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها، فأوتيت في المنام فقيل لها إنك قتلت مسلما، فقالت لو كان مسلما ما دخل على أمهات المؤمنين، فقيل ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. الله أكبر. قالت لو كان مسلما ما دخل على أمهات المؤمنين، فقيل ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فزعة ففرقت في المساكين 12,000، انظر تكفيرا إلى ما فعلت. وقد قال بعضهم الإنذار لأهل المدينة فقط، والبعض قال بالتعميم، وهذه المسألة صراحة لا أستطيع أن أفصل فيها، لأنني لو قلت في كل البيوتات إن وجدت الحية فلابد من استئذان ثلاثا، فما أدري والله، لأنه قد يكون الجن كافرا وقد يقتل، وقد تكون حية وليس جنا وهو توهم عند الإنسان، ما أستطيع أقول شيء في هذا الباب. والحياة قد ورد النص الصريح أن النبي أمر بقتلهن وقال خمس فواسق
يقتلن في الحل في الحل والحرم. ومالك قال أحب أن ينذر بالمدينة وغيرها، وهو بالمدينة أوجب، ولا ينذر في الصحاري. وعلي بن مسعود أنه رأى حية بمنى فقال اقتلوها، وقلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الصلاة. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم جميعا. وقد ورد عن عبد الله مرفوعا: من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرا. والحق أن هذا الحديث الدرقني في العلل قال بأنه جاء مرفوعا موقوفا، الموقوف أصح. طبعا الوزغ يقتل، لكن لم يقل بأنه ما 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 جاء الدليل أنه في الخمس. ويقال والحياة مفسدة جدا، لكن الحية أهوى من العقرب. الحياة لا تقتل إلا من هاجمها، الحياة لا تقتل إلا من هاجمها. قال ابن حزم: روى وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعدوا وأنت محرم. وقد قالوا في القرد لا يقتل، نعم، والخنزير لا يقتل، والزنبور قالوا فيه الجزاء، وما أدري هل الزنبور يؤكل ولا ما يؤكل. وعن ابن عباس قال: من قتل وزغا فله صدقة، مع أن الوزغ البرص قتله فيه ما فيه من الحسنات، ويقال بأنه كان ينفخ في نار إبراهيم، والفأرة كانت تأخذ وتأكل يعني الهلب اللي هو الحبل في سفينة نوح عليه السلام. وقال ابن عمر: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان. وعن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى، وسئل عن قتله في الحرم قال: لا بأس، هذا أكثر من السبع التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الزنبور كالعسل، هذه لسعته شديدة. هنتكلم على والوزغ، الوزغ كما قلت فيه مئة حسنة في من أول ضربة لما كن وهما. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ الوزغ. قال أبو الحسن أخطأ البغندي في متنه وقال في علل إنه وصاب مرسل. قتلته الحية، قتلته الجن، قتله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وفي حديث مسلم الحديث مرفوع: تعداد الحسنات في قتلها أولا ثم ثانيا ثم ثالثا. قال ابن حزم: وأما النمل فلا يحل قتله، ولا قتل الهدهد ولا الصرد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما النمل فتعلمونه، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنه. أمة تسبح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل نملة تحرق أمة تسبح، والهدهد أيضا لما تعلمون بما قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولا الصراد طير صغير كالعصفور، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم، من أول ضربة يعني. ولا النحل لا يجوز قتلها، ولا الضفدع، لأن الضفدع كان يأخذ من الماء ويضع في نار إبراهيم. لحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. النملة والنحلة والهدهد والصراد. ولا أبي داود من حديث عبد الرحمن بن عثمان النهي عن قتل الضفدع، فصح أن النملة قرص تبيا فحرقها، فقال: هل نملة واحدة؟ نجد نملة واحدة يعني تقتل أمة تسبح. هناك قاعدة كلية كبيرة قال عنها صاحب المغني: كل ما كان طبعه الأذى والعدوان ولم يجد منه أذى في الحال في النفس أو في النفس قتله لا حرج فيه، مثل سباع البهائم بأسرها، نعم، المحرم وغير المحرم، وجوارح الطير كالباز والعقاب والشاهين والغراب، كل ذلك يجوز أكله. كل ما كان عاديا على الإنسان يجوز قتله لا أكله، كل ما كان عاديا على الإنسان يجوز قتله، والذي لا يكون عاديا تركه أولى. نقف عند هذه الجزئية لنختم الحديث غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ممكن وليمة نختمها الآن إن شاء الله. هناك تنبيهات منها: أجمع العلماء على القول بجملة أحاديث الباب كما جاء، لأن مختلف في تفصيلها. فقال بظاهر الحديث ابن عمر وحفصة مالك والثوري والشافعي وأحمد وأسحاق قالوا: ولم يعني بالكلب العقول الكلب إنسية فقط، بل على كل سبع يعدو على الإنسان بنابه يعقر. وهذا فسره مالك وابن عين، وهذا صحيح.
فيقول فيكون بقوله صلى الله عليه وسلم الكلب العقول ليس الكلب بل الأسد والفهد والنمر. نعم. ولذلك قال الخليل كل سبع عقور كلب وكلهم لا يرى ما ليس من السباع في طبقة العقر والتعدي يعني في الأغلب في مع الكلب العقول. لذلك قالوا الضبع والثعلب لا يقتلان. أبو حنيفة يرى أن الكلب العقول الأسد ليس في شيء منه وهذا خطأ مبين، بل كل من له نيابة يعد على الإنسان فهو كلب عقول يجوز قتله. نعم، سواء كان محرما أو كان في الحرم أو كان حلالا أو كان في الحل. واختلف المدنيون في الزنبور، فقال إسماعيل فشبه بعضهم بالحية والعقرب، فإن عرض الإنسان فدفع عن نفسه لم يكن عليه شيء. الزنبور كأنه طائر إذا قرص قرصته شديدة شوي. قال أحمد عطاء لا جزاء فيه، وقال بعضهم يطعم شيئا، والصحيح أنه لا جزاء فيه وفي رفع الجناح، فيكون هنا استتم لنا ما يقتل حلا وحرما وما لا يقتل. مفهوم العدد غير مراد، قال خمس وقال سبع. نعم، من مقاصد الشريعة، من أهم مقاصد الشريعة حفظ المكلف من يعدو عليه. لذلك أباح له قتل كل من يعدو سواء كان حلا أو حرما في الحرم أو في الحل. الشر يكون نسبي إضافي، لأن النبي قال على الحالة وصفت قال اقتلوها، فلما هربت قال وقيت شركم وكما وقيتم شركم. لا غير، السورة هذا كالطائر ليس الضفدع. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.